كاين جاتنا واحد الفاكس من عند الوزاره تتقول على انه سيتم تاجيل الدخول المدرسي، وهذا الشيء كان شكل واحد القلق، لانه هذا الاعلان جاء فضفاض، ما فيش الى حين في انت ما فيش تشاور معنا، يعني الاطر التربوي غتدخل الميدان، ما عرفناش كيفاش غادي نواجهوا الاباء، يعني كاين مشكل المرض، هو مشكل تاثر على الناس، وعاد نزيدوا حنا بهذا العدم عدم التواصل. اذا هنا كاين فين تيقول كما تيقول المثال، هنا فين تيفاد الكاس. لا، وكتبنا واحد المراسله للسيده الوزيره والمدير ديال التعليم الوطني، وضحنا لهم كاحترافيين، وضحنا لهم وعطيناهم معطيات، وعطيناهم الطريقه باش خدمنا السنه الفائته في ظروف حتى هي كانت فيها الحجر الصحي، وخرجنا بها بالنتيجه مشرفه، انه لله والحمد ما تصاب حتى شي واحد، الاباء كانوا فرحانين، كل شيء كان دازت الامور في احسن ما يرام. ما غاديش نقولوا على انه كانت الخدمه 100%، ولكن المهم على كل حال فرحنا الناس وفرحنا ذاك الوليدات، هذا هو الاصل. عاود راسلني مدير التعليم الوطني مشكور على وعطاني التوضيحات على انه هذا اهتمام كبير ديال التعليم الوطني، ديال هاد الفقراء وهاد الشريحه ديال المجتمع، وراه غادي يعمل في اقرب وقت باش يوضعوا واحد الدليل ديال الخدمه. نفسنا قلنا الحمد لله، هذا هو اللي بغينا نوصلوا ليه، هو هذا الشيء ديال التواصل. اذا صنا له رساله نهار الجمعه، نهار الاثنين كانت عندي الجواب. اذا هذا اولا خصنا نفتخروا بهذا المستوى ديال المراسلات وديال المعامله. اليوم جاتنا مراسله اللي هضرنا عليها واللي فيها الدليل وفيها كيفاش غتكون الخدمه. واولا اود نشكر اولا الوزاره والتعاون الوطني على التواصل هذا. اذا هذا اول حاجه دائما تنادي بها هو التواصل، من تيكون التواصل تيكون حلول، وهذا الشكل ديال هذا الوباء كذلك لازم التواصل، لازم التوعيه، لازم كل شيء يخدم، لازم كل شيء يفهم الناس على انه هذه الطريقه باش غنقدر نحاربوا هذا الوباء. اولا هو الوقايه والكمامه والتباعد والتحسيس. اشير الى انه توصلنا بواحد المراسله من طرف الوزاره ديال الشؤون الاجتماعيه، على اساس انه طبقا للمراسلات وطبقا لما قيل في هذا الملف هذا، انه تواجبات معنا على اساس انه الدخول المدرسي كاين في نهار 15 او 16 تقريبا فاش كاين، وانا كذلك الاطر التربويه غتلتحق بالعمل ديالهم في البدايه ديال هذا الاسبوع، راه حنا خدينا الاجراءات في هذا الشيء، وكاين واحد الدليل ديال الخدمه اللي الوزاره وضعت وراها اشارات للجمعيات. اولا لازم نشكر الدوله ونشكر الوزيره كذلك والتعاون الوطني اللي تفاعلوا معنا وحسوا بهذ الوليدات وبهذ الاسر الفقيره وبهذ الوضعيه كذلك. اذا هذه من جهه. ثانيا من جهه اخرى بغينا نقولوا على انه لازم تعرف الوزاره ولا التعاون الوطني، احنا جمعيه اباء واصدقاء الاطفال المعاقين ذهنيا هي جمعيه وطنيه، يعني ذات منفعه عامه، وتتهم واحد تقريبا واحد 500 طفل معاق والطفله كذلك. اذا هذا الشيء اللي جانا في الدليل المساطير ماشي جديد، لانه فايت خدمنا في شهر 6 و7 خدمنا في الاتجاه، وكنا مسرورين ودرنا خدمه اللي احنا عطيناها الوزاره وعطينا النموذج ديال الخدمه. اذا شكرا للوزاره وشكرا للتعاون الوطني. تنتمنى كذلك اليوم يكونوا الجمعيات في المستوى، اولا في المستوى ديال المسؤوليه، ثانيا في كذلك المسؤوليه ديال التوعيه ديال الاطفال والاباء والعائلات. ونرجع للنقطه الاساسيه، انا الخطاب الملكي كان واضح، هذا مشكل ديال المغرب كامل، ديال الامه كامله، ما فيها لا وزاره ما فيها لا هذه، فيها كل شيء خصو يتعاون، لان هذا وباء خاصنا نتعاونوا باش نقدروا نخرجوا من هذه العمليه ان شاء الله باقل خساره. لانه كما شفتوا اليوم راه هذا الشيء ولا تشكل واحد الاشكال كبير، ملي تنسمعوا 1500 1600 30 40 موتى، هذا شيء خطير جدا. وتنتمنى في الاخير انه الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء، وحتى حنا نتضافوا الجهود
ونعملوا بهذه الوصايه ديال وزاره الصحه والسلطات المحليه، وان شاء الله ما يكون على الخير، لانه هذا بلد، بلد سعيد، بلد ديال الناس الشرفه. وما ظنيتش انه هذا الشيء الا تعاملنا بهذه المنطقه هذا غادي نخرج ان شاء الله بها باقل خساره. وشكرا جزيلا.